أوبك هنا موجودة كضيف شرف في القمة، تقديم الدعم لدولتنا العزيزة الجزائر. مثل ما ذكرت هي عضو في المنظمة، منظمة أوبك، وفي المنتدى، وتباحثنا بشكل عام عن أسواق الطاقة. أنا متأكد إن شاء الله أن دائما اجتماعات الجزائر دائما ناجحة وبناءة، وتساهم في استمرار استقرار أسواق النفط والغاز في العالم. نحن سعيدين جدا بعضوية الجزائر ودورها على مدى التاريخ في قرارات المنظمة، وحتى قمة أوبك التي أقيمت في الجزائر، والاجتماع التاريخي في عام 2016 في هذا الصرح هنا في مركز المؤتمرات الذي نتج عنه اتفاق أوبك بلس الذي ساهم في إعادة التوازن والاستقرار لأسواق النفط. تباحثنا حول أوضاع أسواق النفط والطاقة بشكل عام. مثل ما تعلمون أيضا أن النفط والغاز هم يمثلان حوالي 60% من مزيج الطاقة العالمي اليوم، فلذلك لهم دور مهم ودور تأثير كبير على اقتصاد العالم، وبالتالي التشاور المستمر لتحقيق استقرار أسواق النفط والغاز هو أحد أهدافنا وأحد أسباب تواجد منظمة أوبك هنا في الجزائر اليوم.